قابلت مروه بتاعت الاقصر حسيت ان انا لازم اتولى المراه اكتر من كده. احنا على فكره الستات المصريات مش سهلين ابدا، وحققنا مستحيل كتير، وبنشيل المسؤوليه وبنشيل على كتافنا، وبنبقى في بعض الاحيان الرجاله اللي احنا بنتمناهم. يعني في ستات كتير بتعيش مع رجاله بتتمنى ان هم يبقوا مسؤولين زي ما هم، زي ما هي مسؤوله، وبتتمنى ان هم يبقوا بيشتغلوا وبيجتهدوا بيجيبوا لقمه العيش. لقيت ست في الشرقيه غريبه جدا، لابسه لبس راجل، جلابيه وقفطان ومش حجاب لانها سايبه شعرها من ورا. حبيت اعرف الجدعانه دي بره بس ولا جوه كمان. السلام عليكم. ازيك؟ الله يسلمك. دلع السلام الشرقيه. الله يسلمك. قولي لي بقى ايه اللي، احكي لي ايه اللبس ده وايه؟ انا ست بياعه، يعني عندي عربيه وبحصان ببيع عليها. ايه بيع ايه بقى؟ ببيع شويه خضار، شويه طماطم، يعني شويه بردان، شويه موز كده يعني. ها. بسرح بيهم بالعربيه. وبعدين؟ لبستي كده ليه؟ لابسه كده عشان تحميني من الناس اللي انا بتعامل معاها. من كام سنه بقى؟ بقالي 30 سنه. هو طلقتك من 30 سنه؟ بقالك 30 سنه لابسه راجل؟ بجد؟ بجد. يعني من وانت صغيره خالص كنت عايزه تمنعي ان الناس تعكسك وكده فلبستي راجل، بس انت سايبه شعرك من ورا ولا ده ايه؟ اه لا ده انا افتكرت ده شعرك، ورينا ورا كده. انا افتكرت ده شعرها، ده مش شعرها. شعرها جوه الشيء. اتجوزتي؟ اه اتجوزت ومعايا محمود. واتجوزت ازاي باللبس ده؟ لا انا ما اتجوزتش باللبس ده، انا كنت بعد ابو محمود ما توفى لبست كده. يعني انت ابو محمود اتوفى فطلعتي تشتغلي على عربيه خضار فقررتي تلبسي راجل عشان ما حدش يجي جنبك؟ ايوه، عشان بسافر بروح العبور، بروح اسكندريه، بروح اسماعيليه، بروح يعني في اي حته يكون رزقي فيها بروح اجيب منها سبب. بس الناس عارفه انك ست. ما انا عارفه ان الناس، بس انا عشان الحلق انا واخده بالي، عارفه ان الناس عارفه ان انا ست. بس الجلابيه مدياكي اللي هو ما حدش يجي جنبي، يعني ما حدش يجي جنبي عشان ما حدش يتعرض لي، ما فيش سواق يبص لي بنظره مش هي. وحصل بقى ان الجلابيه حققت الغرض ده، ما حدش بص لك فعلا؟ لا فعلا، لاني معلش انا بتعامل مع اللي قصاد مني باحترام. وما حدش سالك انت لابسه كده ليه؟ لا كتير سألوني، بس زي ما تقولي ما بفتش حد، لأن أنا لبست كده عشان معلش أحافظ على نفسي وأربي ابني. بيكلموك يقول لك إيه يا معلمة؟ لا عادي أي حاجة، أم محمود يا عفاف عادي. عادي. برد عليهم. لا لا وما اتجوزتيش؟ لا ما اتجوزتش بعدها. يعني أنت ما اتجوزتيش من 30 سنة؟ لا ما اتجوزتش الحمد لله، معايا محمود يعني متحزمة عليه وكده. انت ست جميلة قوي، يعني انت قعدتي تربي محمود ولبستي راجل ونزلتي السوق ورحتي العبور ومش عارفة رحتي فين ومشيتي على العربية كل حتة. وما اتجوزتي، ما اتجوزتيش ليه طيب؟ مش معلش انا وهبة نفسي لابني، متجوزة ابني. صرفتي عليه وكبرتيه؟ صرفت عليه وكبرته. اشتغل ايه دلوقتي معاكي؟ شغال معايا، بس عايزة له اعمل له بطاقة شخصية لاني الاب كان سعودي وتوفى، راح ما جاش، وبعدين مش عارفه اعمل له بطاقه. سعودي وتوفى ولا راح ما جاش؟ لا اتوفى هناك، يعني لما راح اتوفى وما جاش. لا نعمل لك بطاقه لمحمود مفيش مشكله، معايا قسيمه الجواز ومعايا كل حاجه. لا نعمل لك بطاقه لمحمود مفيش مشكله خالص. معاكي شهاده الميلاد؟ طيب شهاده الميلاد بتاعتك. طب ما تعمليها عادي، مال مالها؟ هنا مش راضيين. لا هيرضوا، هيرضوا، مفيش حد يرضى ابدا ان حد يبقى ساقط قيد، ده الدوله ما بتحبش كده ابدا. هنساعدك والناس بتتعاون معانا جدا ان شاء الله. قلت لك كم مره وعملت، بصي اللوند فيه والحياه ومش هقول لك. الحياه معقوله؟ ده الحياه دي بتنفذ كل الامنيات. المهم اللي حصل يعني في ناس كتير قوي جت صورت معايا بس ما حدش عمل لي نتيجه. معلش. وبعدين يعني لما فتحية، بس مش الناس اللي بتعمل ده، ربنا اللي بيعمل. كل حاجة ليها وقت وكل حاجة ليها ميعاد. فوق كل شيء. ربنا بقى يجعلنا سبب نطلع بتاع المحمود وخليكي راجل كده. الله يصلح حالك يا أستاذ، كل سنة وأنت طيب.